رجعنا سريعا، لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا هنا في صباح اون تايم، وبنستقبل ضيفنا النهارده عز الكلاوي الناقد الرياضي. صباح الفل عليك يا عز، اكيد منورنا النهارده في صباح اون تايم. يا شيما ايه الاخبار؟ صباحك فل. اكيد منورنا، صباحك زي الفل، واكيد كلامنا كتير جدا عن اللقاء الهام والمنتظر والمرتقب بالنسبه لجماهير الكره المصريه وكمان جماهير الكره العربيه بشكل عام. لقاء النادي الاهلي النهارده قصاد فلومينانسي البرازيلي، يعني اللقاء اللي هيكون اكيد هو الطريق لوصول النادي الاهلي لأول مرة في تاريخه لنهائي بطولة مونديال العالم للأندية. كلمني في البداية كده عن أهمية اللقاء ده، وخلينا برضو نتكلم عن فريق فلومينانسي. أنا عارفة أنك مذاكره كويس جدا وعارف نقاط القوة ونقاط الضعف اللي موجودة فيه بشكل عام. الأول شايف اللقاء ده إزاي؟ مباراة كبيرة طبعا، لأول مرة بقالنا كذا سنة يمكن الأهلي بيروح لرابع مرة على التوالي نص النهائي. كل مرة كان بيصادفوا سوء حظ رهيب إنه بيلعب بطل أوروبا سواء بايرن ميونخ وبعده ريال مدريد. بايرن 2-0 ولكن الأداء ما كانش راضي أو الناس مبسوطة بأداء النادي الأهلي في المباراة دي تحت قيادة موسيماني. في ماتش ريال مدريد النتيجة كانت خدعة نوعا ما، ولكن الأهلي قدم مباراة كبيرة جدا والناس كانت راضية عن الأداء. صحيح. فأنت تجيلك الفرصة في منافس قوي من قارة قوية، يمكن هي تاني أقوى قارة في كرة القدم في العالم، ولكن في المتناول زي ما بنقول. الأهلي قادر على أنه يقدر يقدم نتيجة إيجابية ويظهر. صحيح. بشكل مناسب أو الناس تبقى مبسوطة منه، هي دي الفرصة. خلاص الكل أجمع على فكرة أن أنا ليه ما بروحش النهائي بقى؟ فرق كتير راحت النهائي. في خلال الثمان مشاركات اللي فاتوا للنادي الأهلي في مونديال العالم للأندية أفضل يعني مركز حققه هو المركز الثالث أو الميدالية البرونزية، أكيد يعني النادي الأهلي متعطش بقى لمركز أفضل من المركز الثالث، المركز الثاني أو يمكن المركز الأول، محدش عارف. دايما يعني سقف طموحاتنا بتعلى مع كل فوز ومع كل نتيجة إيجابية. بكل تأكيد إحنا الأهلي إنجاز كبير بحصوله على ثلاثة برونز في كأس العالم، ولكن وصول المباراة النهائية هيبقى ليه طعم تاني. أكيد. هيودي الجيل الحالي في النادي الأهلي لحتة تانية خالص. هيدخل كده في تاريخ النادي الأهلي ومصر كمان، إن أنت تقدر الكرة المصرية بشكل عام طبعا هو خير ممثل أكيد للكرة المصرية في البطولة دي. ويمكن كمان يعني لو اتكلمنا عن المباراة اللي فاتت، مباراة اتحاد جدة السعودي، يعني من بعيدا عن كل التوقعات اللي كان الواحد بيسمعها، لكن كان المنطق ما بيقولش كده ابدا. كان المنطق ما بيقولش ان النادي الاهلي هيقدر ان هو ينزل قصاد فريق بيتفوقه قيمه تسويقيه 5 مرات، عنده يعني لعيبه من افضل اللعيبه في العالم، عنده لاعب لسه النسخه اللي فاتت مش اللي احنا فيها دي اللي فاتت من البالون دور كان هو صاحب يعني الكره الذهبيه افضل لاعب في العالم كريم بنزيما، عنده لعيبه على اعلى مستوى، ولكن قدر النادي الاهلي ان هو يعمل جيم ولا اروع. كان يقدر كمان ان هو يخرج بنتيجه اكتر من كده، كان في يمكن انفرادين ضايعين سهلين جدا خلال اللقاء ده، غير كمان ان الهدف اللي دخل في شباك النادي الاهلي او سكن في شباك الشناوي كان ممكن ما يدخلش لولا يعني التوتر اللي حصل بعد الكارت الاحمر او الطرد اللي حصل عليه مودست، فده ما كانش متوقع، بالتالي اللي جاي برضو الواحد ما يقدرش ان هو يتوقعه. بس خليني اقول لك طبعا هو الاهلي قدم مباراه كبيره جدا قدام الاتحاد. على المستوى الفني انا ما كنتش متفاجئ بشكل كبير في الماتش، انا كنت شايف ان الاهلي قادر على انه يظهر بشكل مميز، خاصه ان الاهلي نتائجه ما كانتش احسن حاجه اخر 10 ماتشات. صحيح. ان هو كسب 3 وخسر ماتش وتعادل 6، ولكن وما قدرش ان هو حتى يعني يفوز زي ما بنتكلم بيتعادل مع انديه الوسط في الدوري المصري الممتاز، مش قادر ان هو يفوز على انديه الوسط، كمان ضياع بطولتين افريقيتين في غايه الاهميه، السوبر الافريقي وبعد كده الخروج من الافريكان ليج، برضو كلها نتائج مش ايجابيه بالنسبه للنادي مش ايجابيه، ولكن الاهلي كان بيوصل وكان بيطلع من كل مباراه رغم التعادل او الهزيمه هو مضيع اكتر من 5-6 جوان محققين. اللي فرق مع النادي الاهلي في الماتش بتاع اتحاد جده ان هو قدر يستغل الفرص اللي جات له رغم ان في فرص ضاعت، ولكن ضحية. قدر يسجل ويحط بصمته. اللي من وجهه نظري اللي فرق كتير في ماتش اتحاد جده هي الثنائيات بين اللعيبه، يعني انا ما بتكلم عندي زكريا هساوسي الليفت باك لنادي الاتحاد، محمد هاني قدر يتفوق عليه من اول التحام ويمنع خطورته تماما. انا ما بتكلم عن كريم بنزيما اللي هو صاحب البالون دور احسن لاعب في العالم، ان وجود محمد عبد المنعم خلاه اختفى تماما من الماتش. حقيقي. لما بتكلم عن لاعب كوكا لاعب صغير في السن لما بيلعب قصاده الناحيه الثانيه فابينو وكانتي ويتفوق عليهم، هنا بنتكلم في الثنائيات اللي قدرت
تدي للاهلي الادفانتج زي ما بيقولوا او الافضليه في المباراه اللي خلته يظهر بالاداء المميز ده. ده ياخدنا برضو للسؤال عن التشكيله اللي ممكن يبتدي بيها مارسيل كولر مباراه النهارده. هل هياخد نفس العيال، هيبتدي بنفس اللعيبه بنفس التشكيل، ولا ممكن نشوف تغييرات خلال لقاء النهارده؟ من وجهه نظري ان هي نفس التشكيله تبدا لسبب بسيط جدا. احنا بنتكلم عن تفوق الاهلي في الثنائيات في مباراه الاتحاد، ممكن يختلف شويه نوعا ما في مباراه النهارده، لان ببساطه شديده كوبا امريكا او قاره امريكا الجنوبيه بشكل عام هي لعيبه حماسهم زايد، التحاماتهم قويه جدا، حريفه، بيمتلكوا من المهاره بشكل كبير جدا، ولكن هم اقوياء جدا وحماسيين جدا جدا فوق ما تتخيلي. وشفنا ده ببساطه شديده مع الارجنتين في كاس العالم اللي فات. يمكن مش افضل نسخه للارجنتين في كاس العالم، ولكن بحماس اللعيبه اللي كان مسيطر على المشهد قدروا يتوجوا باللقب في الاخر. فده اللي هيواجه لعيبه الاهلي النهارده في المباراه. ويمكن ده برضو نفس راي لعيبه الفريق البرازيلي. يمكن كينو طلع واتكلم وقال ان النادي الاهلي اللي بيميزه ان عنده لعيبه بتقاتل ومش بتمل وبتفضل ورا هدفها لغايه ما تحققه. فاحنا شايفينهم زي ما هم شايفيننا تقريبا. بالظبط، دي اهم نقطه احنا لازم ناكد عليها، ان لعيبه الاهلي ما تيأس وما تستسلمش بدري. ممكن في الالتحامات في بدايه المباراه حماسهم الزايد هيبقى فيه، ممكن لعيبه الاهلي تخسر بعض الالتحامات وبعض الكور، ولكن الاستسلام واللي البدري هيأدي نتيجة مش إيجابية خالص. لا، الأهلي لازم يفضل عنده مصابرة ويكمل أنه يقدر يفرض شخصيته وأسلوب لعبه. طبعا شخصية النادي الأهلي كلنا بنتكلم عنها وعن الأداء وظهرت قد إيه في مباراة الاتحاد. أنت نازل، أنت بطل قارة أفريقيا، أنت مش أقل من الفلومينينسي، أنت قادر أن أنت تفرض أسلوب لعبك في الملعب وتحط بصمتك وتقدر تتفوق وتوصل للمباراة النهائية. طيب خلينا نتكلم عن أهم نقاط القوة والضعف، ويمكن كمان كان في حديث كبير جدا عن معدل أعمار لعيبة فريق فلومينينسي البرازيلي، والكل متوقع أنها تكون سرعتهم قليلة جدا، وأن عامل السرعات هيكون يعني لصالح النادي الأهلي، وده هيكون يعني سبب من أسباب تفوق النادي الأهلي. شايف الكلام ده إزاي؟ أنا معاكي فعلا، معدل الأعمار ده كبير، ولكن في كل مركز في أكتر من لاعب أو اتنين صغير في السن. هي فرقة بتتميز بالسرعة الكبيرة، سرعة جدا، نقلهم للكرة سرعة جدا. مفيش اللعيب اللي كلهم حريفة وبيمتلكوا المهارة بشكل كبير، ولكن مفيش اللعيب اللي هو بقى عايز يقف ويرقص ويعدي ويفكر، لا. من لمسة واحدة ده طريقة اسلوب لعبهم. برغم المعدل العمر الكبير صحيح. كبير يعني، انا بس عشان اخلي الناس تبقى معايا في الصورة نوعا ما، فلومينينسي النسخة الأقرب ليها في القارة الإفريقية هي سان داونز. لعيبة حريفة جدا، لعيبة سريعة جدا، وبتعمل هاي بريشر، هم كومباكت طالعين وراجعين مع بعض. يمكن طبعا إحنا لو هنتكلم عن أبرز الأسماء اللي موجودة في الفريق، أكيد هنذكر مارسيلو، أكيد هنذكر كينو. صحيح. كينو إحنا عارفينه قد إيه قدم أداء في الدوري المصري. حتى الآن لما بنجيب سيرة اللعيبة البرازيلية في الدوري المصري، ما حدش بيستشهد بلاعب كان قوي برازيلي جوه الدوري المصري أو عمل فرق أو الواحد حس بيه أو الواحد ممكن يعترف إن هو ده لاعب يعني فعلا برازيلي، غير كينو هو الوحيد اللي جه لفريق بيراميدز، هو اللي فعلا قدم فارق في الدوري المصري ممتاز. بالظبط، هو لعيب مميز جدا، جه قدر يحط بصمة مع بيراميدز ويفرض شخصيته في الفرقة. قدام الاهلي لعب ماتشين، هو قدر يسجل هدف ويصنع هدف، وهو اتكلم في المؤتمر الصحفي انا شفته عن قد ايه الاهلي فرقه قويه ولازم يتعمل حسابها. على فكره الفوز كمان على الاتحاد ادى رهبه كبيره جدا بالنسبه للنادي. صحيح. هناك الصحافه البرازيليه ما بتتكلمش غير على قد ايه قوه النادي الاهلي. أكيد. انه قدر يهزم نجوم العالم، كمان من النجوم مارسيلو. احنا بنتكلم تاريخ كبير مع ريال مدريد طبعا، ولكن لازم نحط كده هيدلاين نقول ان مارسيلو مش مارسيلو. بمعنى ان مارسيلو نسخة ريال مدريد اكيد كان في حتة تانية. دلوقتي لا، السن فرق، الوزن فرق. يمكن من اهم، وهنقولها بالتفصيل، اهم نقطة ضعف بالنسبة لفلومينينسي هي مارسيلو، وهنقولها بالتفصيل بالشكل في طول على مدار الحلقة. ولكن خلينا نقول احنا دلوقتي انت هتلاعب بطل كوبا ليبرتادورس. صحيح. فلازم نشوف مشوار فلومينينسي في البطولة كان عامل ازاي. بعد نهاية البطولة احنا بنتكلم في ان التشكيل المثالي في خمس لعيبه من فلومينينسي طبيعي حامل اللقب هيسيطر على التشكيل المثالي. صحيح. مين هم اهم خمس لعيبه كانوا في التشكيل المثالي؟ هنبدا بنينو. نينو ده مدافع عنده 26 سنه، طول بيتميز بطول القامه 188 سنتي. احنا بنتكلم عن لعيب قوي جدا، مميز جدا في ضربات الراس، وخليني اقول لك مع معدل الاعمار الكبير اللي في الفرقه، مع وجود نجم كبير زي مارسيلو، هو قائد الفرقه. نينو لاعب عنده 26 سنه، هو كابتن الفرقه. صحيح. ده راجع لشخصيته القويه جدا، قيادته في الملعب، قادر على
تعطيل اي هجمه، او بمعنى اصح استخلاص الكوره وابعادها عن مناطق الخطوره بشكل مميز جدا. من اللعيبه الثانيه المميزين في نص الملعب اندريا، عنده 22 سنه. شوف انا بكلمك على اللعيبه اعمارها عامله ازاي صغيره، عشان برضو الناس واخده فكره ان هم معظمهم كبير، ولكن عندهم العناصر الصغيره المميزه اللي قادره على ان هي تصنع الفارق. اندريا لعب في نص الملعب الدينامو، نص ملعب مدافع دينامو فلومينينسي، بيعطل الهجمه بشكل جميل جدا، مميز جدا، قادر على استخلاص الكوره بشكل مميز جدا. انا عايز اقول لك من اقل الفرق اللي اتعمل عليها كاونتر اتاك في كوبا ليبرتادوريس هو فلومينينسي، ما دخلش فيه ولا هدف تقريبا في مشواره من ال 12 هدف اللي دخله من هجمه مرتده بسبب وجود اندريا. احنا معانا الخريطه الحراريه بتاعته في مشواره في كوبا ليبرتادوريس، لو هنستعرضها اهو المنظر واضح، انا مش هقدر اتكلم. الناس اكيد فاهمه الراجل شكي ده مخيف، الراجل ده بيعمل ايه؟ بيتحرك في كل حته في الملعب، صحيح قادر ان هو يخترق يستخلص الكوره وسط اي حد. لو هنروح للعيب تاني اسمه جون ارياس، هو رايت وينجر، لاعب 26 سنه في الصوره اللي بعد دي على طول. اللاعب ده من الخريطه الحراريه بتاعته، ده من اهم صناع اللعب لفرقه فلومينينسي. احنا بنتكلم صانع 3 اهداف ومسجل هدفين في مشوارهم في كوبا ليبرتادوريس، لاعب عنده 26 سنه برضه، انا باكد عشان الناس اللي واخده فكره غلط. مهاري قوي جدا. من اللعيبه المميزين تاني واللي كانوا من ضمن التشكيل المثالي، لاعب جانسو اللي هو رقم 10، بيلعب رقم 10، محمد مجدي قفشه بالنسبه لنا، يعني لاعب مميز جدا. هو كبير في السن، هو عنده 34 سنه، ولكن هو المركز ده دايما بيحبوا اصحاب الخبرات. صحيح. يعني عبد الله السعيد صحيح بالظبط كده. فهو ارتفاع معدل العمر بالنسبه له ده مش ازمه، لانه هو خبره، بيعرف يقف على الكوره ويعرف يحول فرقته من الدفاع للهجوم بشكل مميز جدا. ونروح بقى لاهم لاعب في فلومينينسي، وهو كانو، لعيب ارجنتيني 35 سنه، هداف الفرقه ب 13 هدف في كوبا ليبرتادوريس. احنا بنتكلم عن لاعب ارقامه كبيره تخض، صحيح، يعني انت بتتكلم في 13 هدف وصانع هدفين، واساسا مشوار فلومينينسي في البطوله كان 13 هدف. احنا بنتكلم عن لاعب، عشان الناس تبقى عارفه، كون اجويرو هو نفس ستايل كانوا لعيب متوسط القامه 176 سنتي، مش هيدرز، ولكن قوي جدا في الالتحامات، قناص لابعد حد. احنا بنتكلم في انه من اقل من ربع فرصه بيقدر ممكن يسجل هدف ويصنع الفارق لفرقته. صحيح. خلينا نبص على الخريطه الحراريه بتاعته في اول صوره، معلش، للخريطه الحراريه ونشوف تحركاته في الملعب بتبقى عامله ازاي. هو بينتشر في كل حته، ولكن متواجد في المكان الصحيح. صحيح. في المنطقه اكتر حاجه. لو هنتكلم بقى فني، ده ممكن يعمل ايه في الماتش؟ نروح بقى للصوره اللي بعدها، دي ركنيه عادي جدا. خلاص، كانوا بيلعبوا انترناسيونالي في السيمي فاينال، ده انا شايف اهم هدف بالنسبه لكانو عشان نقدر نقول هو ممكن يعمل ايه في الملعب. السيركل اللي معموله دي، هو ده كانو معاه مدافع، كورنر هيتلعبت لعب، الكوره رايحه للاعب فلومينينسي هيلعبها بدماغه، كانو الجون لظهره، لا معلش نرجع للصوره اللي فاتت، الجون في ظهره، مدافع ملازمه جامد جدا، مضايق عليه، طب انا مش شايف الجون، طب انا ممكن اعمل ايه؟ الصوره اللي بعدها الكره فعلا اتلعبت بس نزلت ضعيفه، فرايحه لهنا لكانو، انا ككانو او كمهاجم في مدافع في ظهري والجون في ظهري وانا مش شايفه، انا ممكن اعمل ايه هنا وسط كل اللعيبه دي؟ اكيد موقف صعب، يعني ممكن افكر ان انا استلم، ان انا كل ده ممكن الكره اخسرها، ولكن هو مال بجزعه وحط من لمسه واحده والكره جايه له، هو ما استناش يستلم، شاط الكره. الصوره اللي بعدها الكره دخلت اقصى الزاويه الشمال بالنسبه للهدف للمرمى للحارس وسجل هدف. فانا بتكلم عن هنا لعيب قناص، ودي كان افضل صوره او افضل حاله اقدر استعرضها. صحيح. ان انا ابين للناس هو ازاي يقدر يستغل اقل من ربع فرصه ويسجل هدف. صحيح. يمكن اتكلمت انت عن يعني خط الدفاع وخط الهجوم بالنسبه لفريق فلومينينسي البرازيلي، ولكن برضو في ارقام بتقول ان الفريق ده قدر انه يسجل 83 هدف في موسم، ولكن قدر برضو ان هو تستقبل شباكه 61 هدف. خلينا نتكلم في الارقام دي لكن بعد الفاصل، فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم كلامنا، والحديث مستمر عن لقاء النهارده، لقاء النادي الاهلي مع فريق فلومينينسي البرازيلي في نص نهائي بطوله مونديال العالم للانديه. فاصل وراجعين تاني.
رجعنا سريعا ولسه مكملين كلامنا مع ضيفنا النهارده عز الكلاوي ناقد رياضي. الحديث مستمر عن النادي الاهلي ولقائه اللي في غايه الاهميه النهارده قصاد فريق فلومينانس البرازيلي في كاس العالم للانديه. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن بعض الارقام اللي اكيد ليها مدلول فني، الارقام اللي بتخص فريق فلومينانس البرازيلي 61 هدف، هم دول الاهداف اللي قدر يستقبلهم فريق فلومينانس البرازيلي. ده رقم كبير جدا، ولكن الرقم الاكبر هو الاهداف اللي سجلها فريق فلومينانس البرازيلي في الموسم اللي فات 83 هدف. الأرقام كلها كبيرة سواء على المستوى الدفاعي أو المستوى الهجومي. خليني أقولك على المستوى الهجومي، أو نخلي موضوع محدد أكتر في مشواره في كوبا ليبرتادوريس، بما أنها هي البطولة اللي خلته يتأهل عشان يواجه الأهلي. هو قدروا يسجلوا 24 هدف. عايز أقولك أن 20 هدف منهم من جوه منطقة الجزاء. يعني اسلوب لعب فلومينينسي اللي هو الاختراق من العمق. عندهم لا مركزيه بشكل مش طبيعي، كل لعيبه بتتحرك في كل حته، وما عندهمش فكره برازيليه بقى بالظبط. ما عندهمش فكره انا واقف في مكاني او في مركزي، لا كله بيتحرك في كل حته. واقرب مثال او اقرب هدف انا شفته ونقدر نشوف بيه الفرقه وطريقه هجومها هي معانا في الحاله اللي هنستعرضها. احنا بنتكلم في ان انت بتلعب ريفر بليت، فرقه كبيره في القاره مش فرقه صغيره. انا عايز اقولك هنا الكره فاول بتلعب قبل خط او يعتبر على حدود دايره نص الملعب. هو مش مستني الفرقه ترجع ومش مستني ياخد العشرة ياردة، لا هو لعبه سريع جدا. فهنا جانسو لعب الفاول، نشوف الصوره اللي بعدها بيستلم كانو هنا الكره، منطقي ان هو ينزل بيها لتحت للي طالع رياس. كل الكلام ده انا عايز اقولك ده من لمسه واحده، اللي هيحصل قدامنا كله من لمسه واحده. بالعكس عمل باص مش متوقع خالص ولعبها بالعرض. نشوف الصوره اللي بعدها، ده جون كينيدي، ده مدافع، ده مهاجم البديل، وعايز اقول لك تاني هداف الفرقه في البطوله، هو عنده 5 اهداف وده البديل مش الاساسي. من لمسه واحده كمان كان ارياس طالع سندها له كينيدي ببساطه استلمها من لمسه واحده. الصوره اللي بعدها هنلاقيه دخل جوه ال 18 وببساطه شديده اللمسه الخامسه الكره جون. صحيح. اللي انا عايز اتكلم فيه هنا الهدف ده خد 4 ثواني من عند منطقة نص الملعب لغاية ما وصلت للجون 4 ثواني باشتراك مع 4 لعيبة ب5 لمسات. كله لمسة 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 باستثناء رياس استلم وحط الكرة في الجون. فده هيشير إلى سرعة الفرقة عاملة إزاي ودقة التمريرات اللي موجودة. أكيد. نقول بقى ممكن نتجنب الموضوع ده إزاي بالنسبة لمستر مارسيل كولر. مبدئيا أنا ما ينفعش أعمل مان تو مان كده، الخطوط كلها تدخل في بعض لأن اللعيبة بتتحرك وما عندهاش مركزية في الموضوع. صحيح. ألعب منطقة، ولكن دايما دفاع المنطقة عشان انا عايز اخترقه السرعة، فانا هتواجهني السرعة اوريدي في الماتش، فانا عامل دفاع منطقة مع تعليمات مشددة للعيبة نص الملعب ولعيبة الدفاع ان هي تبقى مركزة وعندها سرعة بديهة في ان هي تقدر تستخلص الكورة وما يدوش مساحات للعمق. انا زي ما قلت لك لا، فرقة هي جايبة 20 هدف من 24 من منطقة الجزاء. صحيح. بس. صحيح. طيب اكيد كل التوفيق بنتمنى النهارده للنادي الاهلي ممثل الكره المصريه وممثل القاره الافريقيه في بطوله كاس العالم للانديه. اكيد كل التوفيق بنتمناه للنادي الاهلي ممثل الكره المصريه. تعالوا سريعا بقى نروح للاجابات اللي وصلت لنا النهارده ردا على سؤال حلقتنا. سؤالنا النهارده كان بيقول ايه توقعاتك لمباراه النهارده، مباراه الاهلي مع الفريق البرازيلي فلومينانسي في نص نهائي مونديال العالم للانديه. سريعا هنستعرض مع حضراتكم الاجابات اللي وصلت لنا. احمد عبد الحميد بيقول صباح الورد، توقعاتي فوز النادي الاهلي النهارده ان شاء الله 2-1. امير كمان بيقول صباح الخير، اتوقع فوز النادي الاهلي 1-0، اهلاوي افتخر. عبد العزيز السقا بيقول صباح الخير، اتوقع فوز الاهلي 2-0. وطارق زيدان بيقول اتوقع فوز النادي الاهلي بنتيجه 3-1. دي كانت بعض الاجابات اللي وصلت لنا النهارده عن طريق مشاهدنا اللي اكيد بعتوا لنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بقناه اون تايم سبورتس. عايز سريعا قولي توقعاتك انت كمان ايه؟ والله انا اتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي، ولكن هي مباراه صعبه قوي، لازم مستر مارسيل كولر يستغل نقطة الضعف اللي هي
خط الدفاع وتحديدا مارسيلو، لانه هو عامل ازمه كبيره جدا بالنسبه. احنا بنتكلم في ان 5 اهداف جم من عند مارسيلو، فاتمنى ان هو يستغل نقطه الضعف والركنيات والكرات الثابته، لان هم ضعاف جدا عندهم سوء تمركز في المناطق دي. صحيح. ونتمنى الفوز للنادي الاهلي ان شاء أكيد الله. اكيد كل التوفيق بنتمناه للنادي الاهلي ممثل الكره المصريه والافريقيه. النهارده ان شاء الله النادي الاهلي يكون يعني خير ممثل للكره المصريه والعربيه والافريقيه في مونديال العالم للانديه، ويقدر ان هو يحقق انجاز جديد باسمه ورقم قياسي ليه بالوصول للمباراه النهائيه والحصول على الميداليه الذهبيه او الفضيه خلال مونديال العالم للانديه. عايز بشكرك جدا على وجودك معانا، اكيد نورتنا النهارده. ربنا يخليك يا شيماء، انا كنت مبسوط اكتر ان انا معاكي. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده، ان شاء الله على ميعاد بكره في نفس التوقيت الساعه 10 الصبح وحلقه جديده من صباح اون تايم. صباحكم زي الفل.